مساء الخير. كل ما كان عنا خطة كل ما وفرنا على حالنا وقت جهد ومال. كل اللي بدهم يتزوجوا اكتار بيزنس الأفراح. الويدنج بلانر ده بيحل محل الام بالنسبه للعروسه. غير العروسه بيبدا من 20 زهره لحد 30 زهره. هل معقول في ناس بتدخل السجن بسبب مصاريف تزويج عيالها؟ بيجوزوا بناتهم فمضوا على ايصالات امانه، فتكتشفي ان الست دي دخلت السجن في الفايده مش في اصل الدين كمان. 14 سنه بالسجن كرمال 11000 جنيه. في مقولة مشهورة بتقول الشيطان يكمن في التفاصيل. والله نفسي اتجوز. الحياة المادية مفيش والشغل مفيش. اللي معاها فلوس وما اتجوزش البلد غلطان. فكرة الزواج غير التقليدي وغير المتعارف عليه. كلام في سرك مع راغدة شلهوب. غدا 10:30 مساء على الحياة 2.